أخبار اليوم. المشاكل الانتاجيه اللي كانت موجوده في الفيلم؟ لا مش مشاكل انتاجيه ولا حاجه، هي مشاكل بسيطه بتبقى موجوده في اي فيلم واي حاجه. تمام. ايه رايك النهارده في العرض الخاص واللي حاصل فيه من مشاكل ومن زحمه؟ بص هقول لك، كل الزحمه دي وكل المشاكل دي حاجه حلوه، الزحمه حلوه، يعني كل ده معنى ان الناس حابه الفيلم، فان شاء الله مصر كلها تبقى في السينمات بنفس الزحمه دي ان شاء الله. تمام. الفيلم مستنيين ايه منك في رمضان اللي جاي؟ ان شاء الله مسلسل صد رد باذن الله. بتلعب فيه دور ايه؟ كوميدي برضه. كوميدي بنفس الاسلوب ولا مغير من الاسلوب؟ لا اسلوب تاني خالص. زيزو تمام. علي بتتوقع ايه للفيلم؟ ان شاء الله ان شاء الله الفيلم اتوقع ان هو يعجب الناس، بس اهم حاجه يعجب الناس. علي التوليفه بتاعت تياترو مصر اصبحت تتحول لسينما، شايف ده ازاي؟ الحمد لله، ما هو ده نتيجه نجاحنا في المسرح وبنعمل سينما وبنرجع المسرح تاني ان شاء الله في الحقيقه. تمام. ده ما بيحرقش الجمهور بتاع المسرح؟ ما بيحرقش الجمهور بتاع المسرح، يعني ما بيأثرش على جمهور المسرح؟ بس جمهور المسرح هو جمهور السينما، هو جمهور التلفزيون، هو الشعب المصري، الشعب يتفرج مسرح على التلفزيون والسينما. منتجك توفيق علي. حبيبي.